بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلك بائر يمن وايبت زتنياو كفل نوي حقيقة نزيه تلالك ونجلوش አውቀናቸው በዝርዝር ልንጠነቀቃቸው ይገባል። እነዚህ ትላልቅ ወንጀሎች ብዙ ነገሮችን ያበላሹብናል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ ከባኢር ዝኑብ ሙቢቃት ብለው ይጠሯቸው አጥፊዎች ብለው ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነዚህ አጥፊዎች ብዙ ህይወታችንን የሚያበላሹ አኺራ ህይወታችን ላይ አደጋ የሚጥሉ ተግባራትና ስራዎች ናቸው ማለት ነው። اجتنبوا السبع الموبقات በማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህን ሰባት አጥፊ ነገሮች ተጠንቀቋቸው ብለው ሰባት ቢጠቅሱም በመግቢያ ላይ መጀመሪያው ደርሰን እንደተመለከትነው يعني ብዙ ናቸው ሰባና ከዛ በላይ ተብለዋል። በተለያዩ ማስረጃዎች የተረጋገጡ እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጥፊዎች ብለዋቸዋል። እነዚህ ወንጀሎችም መካከል ሌላም ይጠቀሰው ምንድነው افطار رمضان بلا عذر የረመዳን ወር ካለ ምንም ምክንያት ማፍጠር። صيام رمضان لمتوقعوا فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه كسلمنا مسرتوش كسلمنا مأزنات عندنا وكفلنا الله سبحانه وتعالى أمان يبهونوا باريوش لاي قديت أدرقونا إلى نككونا مكنيات من دنو لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله جل في علا إن أنت أمنات جسوت شوي الله سبحانه وتعالى بأن أنت لا يسقى من دنك قال قديت عادر قال كأن أنت بستفيد من بروت هزبوش لا قديت عند أرقه هلو مكنياته من دنه الله سبحانه وتعالى تتركك أنها تفرد زندي لله تبارك وتعالى. إذن كسلم النا مازنات كسلم النا مسرتوش النا قديت عوش عندنا. يا رمضان صوم مكينو كتب على برمضان ور كان وستنو فجر كوتا جمرو صايس كتلك زي درس يمي صومنا. هذا وقت صيام هذه الفريضة في شهر رمضان برمضان وروست يمي صوم بات ساعتنا وقت يهنو. فإن جاء هذا الوقت المعين والمحدد شرعا للصيام ولم يصوم بلا عذرين قلي شريعة قزي قدوان بور درجة بأمت عند ورنو يه ور يا رمضان ورنو يتمرتو كانوا بذات سلاسة ويمهايزتين كأنه ميصوم بات وقت من نشاننا مدرشان له كفجر جمرو فكفجر جمرو صايز كتلك زي درسنا بذات ساعتنا من مدرقه يميصوم موالتنا يهي وقتنا. تاريا عندك وقت مقدمه يلا الله سبحانه وتعالى عند سو كالا من بكي مكنيات كالا من مكنيات على صوم من بلو بيتو ولم يصوم دون عذر من مرض أو مانع أو عارض بشتا سايقتمو يهون انقفا سايقتمو من قدنيا سايهون كاقمو بلا يهونو سايهون كالا من المكنيات زنبلو اندزيهو كال صومه. فهل صيامه يقبل لو صام بعد رمضان لم هونو كرمضان بهالا صومو تكباينوتي نورو يهون يتقدم اللتن كان عال صومن بلو انبيه بلو إيال لنا. إمام الذهبي عليه رحمة الله يتكسوت حديث عنه سم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه ما دام لم يصمه. هي حديث نقرأتش اللي أنكار على اللي ملاله دكا معنى حديثه معنى وقن معنى كليلة مصر الجاوتشكا تمساكره أم يسكيدنا من دنو سملكتو رمضان عندك كان من مكنيات يافت رسو من سيفكر اللات من مكنيات سينور يافت رسو آمة مرو بيصوب قضاء موتات أي كلم يزان كان اسكال صوم وقزيت رس يفلق بيصوم آمة مرو بيصوم يزان كان أي كسم من ال يهي حديثو ديك متان لبت بنورم بيبالم ويمدك كامانو بيبالم نقرقن يا نبي عليه الصلاة والسلام ليلة قلتنا ويم أتك على يهونا صحي يهونا حديث الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ينيا تأزازنا من مرير اللبة تقبار يفتس أمنا يسر راسه بس لا يتملاش نيمي لو نبي ياوي نققر لزيه تلك مصر الجاي هنا سلزي عندسه كرمضان وجي عليك أن لما تصوم بمكريه إن كان كان من المكنيات من متقبين نثلين ولو أي تشلم مالتنا لمن دنو يا نبي صلى الله عليه وسلم من مريانا تكبر بتكاران يسره بخلاف من عرض له عارض المرض لما السالي بشتاك قد تموسى ويمدمو مكنا يعني تفكر اللات مكنا تكلم مسافر هنا سيتو حيض النا نفاس قد تماتي مساسر تكونا يهي قلتنا
أوقو سلال هنا ليلا جزي قضاء طيب بالا الجقري اللوم هنا عند سو رمضان كان من المكنيات ما أفتر كان من المكنيات على مسؤوم كبار ونجل مهنو للتواك إقبال. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر من إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قلية حديث برقت من تكسو حديث يصوم كفتين يا درجان ما أرقنا يا سيد يا رمضان صوم من يأكل كبار درجان دالو من يأكل كبار بوتان دالو يهين بوتا ما ساتات كبر على مستت يا الله عز وجل من مريا بزي رقل على ما كبر من يأكل يكفان دهون أم يأسر الدانو مالتنا بليلا بكل نبي عليه الصلاة والسلام منانو أمستو يا صلاة وقت عندو صلاة تسقرو كالتايو سيسقر إيهولتن يو صلاة يمج بما بهولتو صلاة مال يتسرون ونجل لما سرز مكنيات الناس سببي هنا لالو رسول صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة جمعة مالفوم يمت أو جمعة لك نزهاله ورمضان إلى رمضان عند رمضان الفوم يكتلو رمضان سيقابها يعني أنه لتنيا ورمضان مسؤوم بمحالو بأن لما توست يتسرى وانجل لما سرس مكنياتي هنا لال كفارة كفارات لما بينهن لما كاكلاتو يتفصم وانجلوتن لما سرز مكنياتنا ويمسى ببناتو ويمسى الراجوشنا تشالو رسول صلى الله عليه وسلم شرط قناس كمتوان مجتنبة الكبائر تلالك وانجلوت اسكتراك وقزيد رسالو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث من فوائد صيام شهر رمضان زي عدث ليك من نماراتو نقروش من دنو عندو رمضان المصوم كان لو تكم أنه مكفر للذنوب مجتنبة الكبائر وانجل لما سرز مكنياتي هنا تلالك وانجلت اسكتراك وكزيترس لمن لأن الكبائر أو الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة تلالك وانجلت سيكارو يتبالو وين مسوية وتلالك وانجلت تنكراك يتبالو بمكنيات من دنو تلالك وانجلت بتوبة تنجي أيمار منها الله يكر تعملو تلالك وانجلت بمتسطتنا بتوبة تنجي بلنا نقرر لله التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى وأما صغائر الذنوب واللمم وما دون الكبائر فهذه تكفر بالمحافظة على الفرائض من لستن يا ميبال وانجلوج تنانش ميبال وانجلوج تسا بملكامنا قديتا يهونوا عباداتنا بمسرات يميسرزوا يهون أدلو لمثال حديث الأمتاو أمس لصلاة وقت جمعة رمضان النزي بمكاكلات يهلو تنانش وانجلوج لمسرز مكنياتي هون أدلو تلالك وانجلوش قن بتوبة نجي تكفير أي الدرقم درقت أندان العلماء هج يميسروا سوية عبادات انكارنا برتوك هنا بتعمرتنا يا مارك هنا أندان تلالك وانجلوش لما سرز مكنيات ليونه ويجلال بمالك بسفي زرزر له عند ابن القيم إن ابن تيميانا ليلوش رحمة الله عليهما إن أي حديث أم ياسعين من دنو يصلاة يصومن أنجب قابلنا تنا تلك درجانا وانجل لما سرز مكنياتي هنا هاي لينيانو تنكارانا مالت يزيهني هال تلك إنا كفتن يا درجة اللون بكاللالو ما سلف بكالتن ينت لالما يصوم زنبلو ما سلف من يأكل يكبر يكف وانجل عنده هنا ياسعين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمسين أسلم إنها بعمس نقروش لأينو يتقنبه ويتمسرته له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مجمرة كالله بستكر بونت يمي قزت اندل الله عمنو ممسكرنا يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم يا الله ملك تنيام هنا تشوم ممسكرنا هي مجمرة هلت مسكرنا توت عبرو يمي يازو يمي تأمرنا تشوم هلت تنيا وإقام الصلاة سوستنيا وإيتاء الزكاة صلاة كالتارقو مسكر زكاة بأقباب مستتنا وصوم رمضان رمضان ما صومنا مستنيا وحج البيت قريه النزيه هي حديث أمي أسعي من دنو كسلمنا مسرتوتنا مازنو تشاندو صوم دهوننا والإسلام بمثابة البناء أسلمنا عند قنباتانا عند عند قنباتا بلوت يه قنباتا والبناء لا يقوم إلا على عماد مانن يوم قنباتا مسوصنا مسرت كان اللو لكم أيتنا كما قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادو بيت كان مسوصوا يقنبا ميلان مسوصو منورو دمو بشكل تشكلو مسرت سيتالو مسرت كليلا مسوصيل مسوصو كليلا بوت بيت لنور وين جنباتا يستكاكل ايشلو سلازي يمسرتو تشلو مسرت يجنباتو تشلو تلك جنباتا تلك مأذن كميتكسوت عندو صلاتنا صومنا وين ليلوتهم يا اسلمنا مأذناتوش ناتو وعماد الاسلام هذه المباني الخمس فهي دعائم الاسلام التي عليها قيامه اسلمنا ميقوم بيت اسلمنا يتمسرت بيت تلك مسوصنا تلك جنباتا مسرتنا
وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح. إلى الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر إن تكسر. إيه أثر ابن عباس نققرنا سلسل منا مثل السنة وانا مسرت يا ربتنا. عروة هي من بال عروة الإسلام، عروة مالت ما يتمسك به سوت يميزت عند جمل تنكرى استماما متشبت أنا قرنه متشبت ميازنا. يقول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بأ الله عز وجل يا أمي كالله وتشالنا كار يكادنا اللهم بتشامنا برقط مع استماما يوان جمل تشبت واليز وعلي لله عز وجل. وعروة الإسلام يسلمنا عورا من لو من دنه يسلمنا وانا ما سلام من دنه كتب له مسرتوچنا گنباتوچناچو. عرى الإسلام وقواعد الدين يدين مثل السنة يدين وانا ومسرت هلال صوص نقروچناچو إلى عبد الله ابن عباس. عندنا شهادة أن لا إله إلا الله كالله بستقر بونت لقزوت يمي قبع ملاك دليل ما مسكرنا. هلتنيا صلاتنا صوصتنيا صومنا هل النزي يسلمنا مسرتوش ناتشو يا سلفنا حديث نزيك ما سرجي هوننا كذا من ذلك النزي صوصتو عندن يتوى برقت امكد والا برقت ايه أبابال كليلوك ما سرجيوش قاتت أمرون ومي تايت مالتنا شهادان يتوى مكانو من امترد تاري اللهم. طبعا صلاتنا يتوى اندزيهو من امترد تاري اللهم أبزان يوتشو راجح من القول راجح الأقوال كذب يفيت باسلفنا وميزان يمي لفون يققر يكفر لنا صلاتنا بقوا من نتكتوى مالتنا. لكن يا رمضان قداي يا وانجلون كبدت لما سايت نجي برقد كسلمنا يوت على المالت أدلمنا كذا من الآن بزو جنزبي يا لو حد يا لا درجة زكاة لا درجة هنا كم هونم قاعد مو حلال هونم يهتك كنيا زكاة بانو إلى حجنا زكاة بمتو كافرنا اللي بلاي كلمنا إيه أثر ميا سايو برقد كابن عباس تزق ولا تزق بن بع ولا موج ولا موج يتنقرت نقرا الألباني رحمه الله. كذا من إلى الإمام الذهبي وعند المؤمنين مقرر مؤمن التزند يترقق عن دون تال أن من ترك صوم شهر رمضان بلا مرض ولا عرض عند صوم من بشتا سين وربت منما انكفى سيقدمه منما ينت اكل سيقدمه رمضان يتوسو أنه شر من الزاني كزمتني يكفى والمكاس ومدمن الخمر كارت دمي بلا ويمدم خمر بقع من نت كميت الطيب اللتي يكفى سوين دهنا مسلم التزند يتوق أنا بل يشكون في إسلامه عندهم مسلمنة يترى له ويظنون به الزندقة والإنحلال اسلمنا يلقك نفاق لك أن توسك يقبع هاي ما نوتون عند لقك يقوتروتان من الوقت الصلاة لا يزين السميت لأنه نتيجران أهن مام الذهبي رحمه الله سلا أبزانيو يمسلم تجبات خنيتان يمين ناقر أبزانيو مسلمون تجبات خنيتان يا تجبات خنيتان من دنو صلاة صلاة لا يمكن أن نزعين التكرة لاتهم بس أم قد دايلاي هلهم تنكر على أقوامنا يلو يهم ياسايو يا صلاة يا صوم كبدت من يأكل مسلم وتزند تلك بوتان دالونه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. والحديث صحيح. يهم حديث أم ياسر الدان قرأ له من الرسول صلى الله عليه وسلم يوشت نققرن يالتوى بزا يعني نمى تكبر يالتوى أنها ما هي منت ما هي منت سيبال يتساساته يما هي مسو صراع مسرات يالتوى بس ومبت قزي من البات يعني مقبل نامت أطم بمتولاي الله من مدنته اللهم قد داي اللهم يسو من راب النامت أما قار اللي وانه قم نقر كسوم باش شقر يالله وانه قم نقر بحري مستكاكل الله عز وجل مفرات نققرو تقبارو انكسقاسيو هل من لا سو النتاكل لالله متازازنا يا الله مفرات مشمت مشان نمالتنا. سلازي عند سو تقواش كال صومه النزين انكوانا يقن يملي ببالو صومه من راب النامت أما تبتشا يترابب أن يتأمه سويا إنك النزي نقروا تيالتاكبه عند زي كتب على جراش هلصومه ساء دين لهم نون نقروا يكفان يباسنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. بزيهم حديث لأي نبياتنا صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا قالت رغم أنف امرئ يعني قل لسب يمان يوم قل لسب عفين أو مريت لا يتاش يوارد يفرالو ما أنه رمضان
رمضان ور قدمه درسه سيابقى وانجل يالتمارن له رمضان لسه وانجل ممار سبب ان مكنيات يالهن لسه يوارد افنطاو مريت لا يتاش يودق يتوارد سونا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه ما انه تملكت رمضان قدمت من ميال صومه ازي يست يغبا صومه بمصوم بصوم مكنيات يالتمارن له سو ازي يست يغبا ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው ረመዳን የዚህን ያህል የተከበረ አጅር ይያለው በሌላ ሐዲስ ላይ ረዲየ ማን ፍምሪን من ادرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فابعده الله من بر ላይ የወጡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ አሚን አሉ جبريل دعاء سيادر قني آمين الكوين قالوا رسول صلى الله عليه وسلم عنده من دنه رمضان قد موت رمضان درسولت رمضان إن الله عز وجل أدرسوت كليلو تو ليلو تو متو ليلو تو من يس انتو تو تاتاريو تو يالو إن الزهولو تتو سيابكا السو الله أدرسوت لزيه كان النالت أبكتو سيابكا السو ما يصوم كهونة لما مار مكنيات كال هنا وإن رمضان كان تتكمه الله سبحانه وتعالى كرحمة يارك أو بلو دعاء سيادر جبريل نبي عليه الصلاة والسلام آمين له ما أنه دعاء دراكيو كلاكو ملائكانو ملائكو عندما يتاوك عندما يتاوكوت لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون الله يزازاتشون أنبي ميلوان لهم يتعزازوتهم بيتشانا بكت تمي فتصموت كالله نمتا كت تنيا تزازنو مالت من الذي أمن آمين يالوت ما أناتشو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رمضان متو يالتتكم السو الله كرحمة ياركو ይህ ሐዲስ ከማንም የበለጠ የሚገባው ለማን ነው ረመዳንን ጭራሽ ያልጾመ ሰው ግንባር ቀደም እዚህ ሐዲስ ውስጥ ከሚገባው የመጀመሪያው ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው አጽዋጽዋሙንም ያላሳመረ ቀጣይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የረመዳን ጉዳይ ጅግ አሳሳቢ ነውና የጾም ጉዳይ ሌሎች ዒባዳዎች አሳሳቢ እንደሆኑ ሁሉ ረመዳን በሚመጣ ጊዜ መጾም ይኖርብናል አላህን አዘ ወጀል ፈርተን ተቅዋ የምንሸምትበት የአንድ ወር ትንሽ ጊዜ ነውና ከእድሜያችን አንድ አመት በአንድ አመት ውስጥ አንድ ወር ብቻ ነው ይሄ አንድ ወር 29 ወይም 30 ቀን ነው በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የምንጾመው ሰዓት 12 ሰዓት 10 ሰዓት ሊሆን ይችላል በቀን ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ አላህን አዘ ወጀል ፈርተን ከዚህ ወንጀል መታቀብ ይኖርብናል هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته